السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون الجميع بخير وبصحه وبسعاده. في كتير كهواه ما بيعرفوش يفرقوا ما بين الذكر والانثى في الكوكتيل اللاتيني بالذات. هناخد بقى الكوكتيلات كده، يعني كل يوم فيديو كده بيتكلم عن نوع معين من الكوكتيل. انا النهارده كلامي هيكون مختص بالكوكتيل اللاتيني او الكوكتيل اللاتيني، لان زي ما انا قلت لحضراتكم في كتير قوي بيتلخبطوا ما بين الذكر والنتايه، وخصوصا وقت الشراء. بيلاقي الهاوي دفع مبلغ وطلعوا يا نتايتين يا ذكرين، يا اما حد فيهم اصغر من التاني او الاتنين اصلا صغيرين. وكمان هعرفكم ان شاء الله ازاي تعرفوا نوع الفرخ اللي جوه البيضه من قبل ما يفقس ان شاء الله باذن الله، بطريقه سهله قوي، بحيث ان انتوا كهواه تبقوا عارفين يعني اللي طالع ان شاء الله من البياضه بامر الله هيبقى ذكور ولا اناث، وعدد الذكور ايه وعدد الاناث ايه، للي بيحب يعرف المعلومه دي. ان شاء الله يكون فيديو جميل كده وتقدروا تستفيدوا منه، واقدر بامر الله اوصل لكم المعلومه كده ببساطه شويه. فكره ان انتوا تعرفوا تفرقوا دي شيء مهم جدا، زي ما انا قلت، علشان ما نقعش في مساله جبنا ذكرين او جبنا نتايتين وبعد وقت ما دول ما بضوش، دول ما خصبوش، البيض رايق، البيض في مشكله، لان روقان البيض والكلام ده كله خاص يا اما بالسن يا اما بنوع القص اللي انت اشتريته نفسك. لان في بعض التجار ما بيبقوش عارفين الفرق ما بين الذكر والنتايه قوي، او هو عايز يبيع وخلاص. هعرفكم دلوقتي وهنعرف مع بعض ازاي نفرق. انتوا بتجيبوا كده الفرد قدامكم، بتمسكوه بايدكم كده، وطريقه المسكه زي ما هي واضحه كده، بتشوفوا المنطقه اللي انا بشاور عليها دي. المنطقه دي اللي هي عامله زي المثلث دي في النتايات بتبقى معرقه بلون اصفر، يعني هتلاقوا الريش لو هو مثلا اصفر فاتح هتلاقوا فيه عروق خفيفه كده اصفر غامق شويه. الذكر ما عندوش الحكايه دي، الذكر بيبقى الحته دي صافيه لونها واحد، مفيش اي تعليقه، يا اما بيضه يا اما صفراء خالص. تاني حاجه وانتبهوا ما تسرحوش بس مني، تاني حاجه ان احنا نفرد الجناح. الجناح بيبقى مهم قوي. طب استنوا بس كده معايا شويه، نتكلم الاول على التاج. التاج بالنسبه للذكر بنلاقيه اطول وارفع، يعني خفيف في الكثافه مش زي النتايه. النتايه بنلاقي التاج بتاع الريش بتاعه كثيف، تمام كده. نيجي بقى كمان لفرد الجناح. لما نفرد الجناح للنتايه بنلاقي ان النتايه بتبقى منقطه باللون الاصفر، الذكر بيبقى مخطط ما بيبقاش منقط، تمام. نيجي بقى ازاي هنعرف الفرق ما بين في البيضه ما بين الذكر والنتايه، يعني البيضه دي مخصبه بذكر ولا بنتايه. بمنتهى البساطه ويعني سهله جدا، وان شاء الله انتوا هتفهموها وطبقوها عندكم. زي ما انتوا شايفين معايا كده، البيضه دي مدببه، البوز بتاعها مدبب، يبقى كده بامر الله ده ذكر. النتايه بيبقى البيضه بتاعتها يعني اللي هي البيضه المخصبه بانثى، بتبقى البيضه بتاعتها كيرفي كده مدوره شويه عاطيه على دوران، يبقى الذكر. بصوا الفرق ما بين الاثنين واضح قدام حضراتكم، تمام كده. وده برضو هيبقى البيضه الثالثه دي برضو بصوا ذكر. ليه؟ لان بصوا انا بعمل ازاي، مدببه ليها بوز كده في الاخر. تقدروا تعلموا البيض بعلامه صغيره قوي وهو داخل البياضه، وتختبروا نفسكم بقى في الموضوع دوت، وتشوفوا ان شاء الله هتوصلوا فيه باذن الله للنتيجه اللي انا بقول عليها دي ولا لا. بس حاولوا لو طلعتوا البيض زي حالاتي كده من البياضه، ما تقعدوش في ايدكم كتير وما تعرضوش لروايح من ايديكم كتير، لان النتايه لو هي كده واخده الامان مني، يعني مطمناني شويه لان دي طالعه عندي، فعادي ان انا اخدت البيض بس دقيقتين هو وقت التصوير وهرجع. ما تعرضوش لهوا وايديكم ما يكونش فيها اي بيرفيوم او اي عطر، عشان لو دخلتوا لها البيض تاني مش ممكن لا قدر الله ما ترقطش عليه، تمام. برضو هنا برجع اوضح لكم تاني الفرق ما بين الذكر والنتايه. انتوا الكوكاتيل بيتمسك بالطريقه دي، صباعين اهو من ورا الرقبه، وبتبتدوا تفردوا الجناح وتشوفوا اللي انتوا عايزين تشوفوه بمنتهى البساطه. المنطقه اللي انا بشاور عليها دي اللي بتشوفوا فيها اذا كانت نقط او خطوط. نقط هتبقى نتايه، خطوط هتبقى ذكر. في بعض الحالات لما يبقى يعني الاصوص دي بالغه، بيبقى شكل الديل من الاخر، الذكر بيبقى في نهايته ريشه واحده، النتايه بيبقى اخر الديل ريشتين. وزي ما انا قلت كده، التاج عند النتايه بيبقى اكثف، ماليش دخل بالطول، انا بتكلم على الكثافه، كميه الريش اللي في المنطقه دي عند النتايه بتبقى اكثف، الذكر بتبقى اقل شويه واطول.
وبرجع تاني اقول لحضراتكم ده الفرق ما بين البيضة المخصبة بذكر والبيضة المخصبة بنتية. عايزاكم كمان ان انتوا لما تيجوا تشتروا طيور تاخدوا وقتكم حلو قوي قدام الطير اللي انتوا بتشتروه، خصوصا لو بتشتروا من محل. خدوا وقتكم، انتوا كده كده هتدفعوا فلوس، خدوا وقتكم وبصوا على القص اللي قدامكم شكله ايه، وخصوصا في مراحل السن المختلفة. الشبابات بتبقى لون الرجل بتبقى بامبي فاتح كده، بينك فاتح، هي والكير اللي هو المنقار بيبقوا لونهم روز. الذكورة اللي هي كبيرة وبالغة بتبقى الكير بيبقى لونه يعني بيش كده، هو والرجلين، وتلاقوا الرجل فيها حرافيش كده يعني زي خطوط كده بالعرض، بتبقى دي يعني علامة على ان الأسوس دي كبيرة في السن، معدية 9 وال10 وال11 شهر. علشان كده انا بقول لكم خدوا بالكم من الموضوع ده. برضو لون رسمة عين الطائر عليها اساس. الطائر الشبابات بتبقى العين مدورة شوية، الطيور البالغة بتبقى العين عاطية على بيضاوي شوية، ولازم تاخدوا بالكم من الحكاية دي. وخدوا بالكم برضو وانتوا بتشتروا صحة الطائر بصفة عامة شكلها ايه، جناحاته عاملة ازاي، منقاره شكله كامل ولا لأ، في عيوب في العين، في عيوب في ضفر من ضفر الرجل بتاعته، كل ده يا جماعة بيأثر في التخصيب وفي التزاوج. ما تستسهلوش وتروحوا تشتروا كده على طول وخلاص. الطيور لازم تخلي بالكم منها. وانا كده ان شاء الله بقى باذن الله هخلص بعد كده الفيديو وارجع البيض ده مكانه، وارجع الدين تاي على فكره اللي على ايدي بس لسه صغيره، دي عمرها 3 شهور، هرجعها بقى للقفص بتاعها. يعني برضو عايزاكم تخلي بالكم واعملوا علامات زي ما بقول لحضراتكم كده على البيض، بس مش علامات بمانيكير، علامات بقلم خفيف كده. المانيكير فيه مادة الاسيتون، الاسيتون بيعمل خنقة بيخنق الجنين، فخدوا بالكم من النقطة دي، لان لاحظت ان في بعض هواة بتعمل علامة بالمانيكير، وطبعا بيجي القص الزغلول من جوه بيتخنق من الريحة دي. برضو عايزة اقول لكم ما تعرضوش الحاجات دي للهواء كتير، وما تعملوش زي كده وتعرضوها وقت طويل بره، هي كده تقريبا خدت 10 دقايق بره، فربنا يستر. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله باذن الله الكومنتات مفتوحة، اللي عايز يكتب اي كومنت او يقول لي اي تعليق انا بتابع وبرد على حضراتكم على طول اول باول، ومستنية اشوف الكومنتات بتاعتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.